الاضاءه. اذا احنا عندنا الدائره اللي طلعنا عليها المره الماضيه كان هيك شكل كلها فيرو ماجنتيك ماتيريال او ماتيريال اللي هي نفس الميو او ميو ار، حطينا عليها ماجنتوموتيف فورس راح تشكل عندي اتش لما بقسمها على الطول بشكل، فهون عندي اتش او عندي ماجنتوموتيف فورس، راح يكون في عندي المسار هذا في ريلاكتنس، وراح ينشأ عندي فاي، او اذا قسمت فاي على الكروس سكشن اريا شو بصير عندي؟ شو بقدر اعبر عن بي؟ عن بي يساوي فاي على الكروس سكشن اريا. لكن احنا اذا بدي استعمل بدي استفيد من هاي الدائره في شيء غير المحول، في المحول ما عندي مشكله، هذا صحيح ما فيش عندي جابس ما في فراغات. لكن لو احنا بدنا نيجي نطبق الان هذا على محرك، بدي اصمم محرك، والمحرك انا راح اكون حاطط فيه اسلاك. الاسلاك هاي بدي اعرضها لماجنتيك فلكس، وبدي هذا الروتور يبدا يتحرك، فلازم اعمل هون اكمل الماجنتيك سيركت، فراح اكمل الماجنتيك سيركت بهي الطريقه، راح يصير عندي هذا المثال هون. هلا هون هذا راح يتحرك، هذا صار الروتور، وهذا كانه ستيتر. راح يتكون عندي هون ماجنتوموتيف فورس او اتش عن طريق الكرنت اللي بمرره في عدد اللفات، راح يتكون عندي ماجنتيك فيلد سترينج او ماجنتوموتيف فورس اف، وراح يتكون عندي هون نفس الشيء فلوكس. انا بسبب انه هذا متحرك وهذا ثابت انا مضطر يكون في عندي اير جاب بينهم، انا ما بحب يكون عندي اير جاب. ليش؟ الريلاكتنس عالي، الاير جاب الريلاكتنس تبعها عالي لانه ميو تبعتها منخفضه جدا، اللي هي ميو تبعت ايش؟ ميو لهي هي الهواء اللي هي ميو نوت، ميو نوت هي 4 باي تايمز 10 تو ذا ماينس 7. ميو نوت اقل بكثير من ميو لهي الماده اللي موجوده هون اللي هي ميو ار في ميو نوت، واللي شفنا بالمثال الماضي قديش كانت اكبر منها بحوالي قديش؟ 2500 2500 مره، فهي جدا هون الريلاكتنس رح تكون اقل بكثير. مشكلتي الاساسيه اللي راح تضعف الماجنتيك فلوكس عندي هي هاي الاير جاب، حتى اخفف من هاي الاير جاب ايش من الاشياء اللي ممكن احاول اعملها؟ تقليل المسافه، تقليل المسافه بدي هاي تكون يعني باجزاء من المليمتر. نعم تفضل. نضيف ماده سائله ممكن؟ ما انا ما عمري فكرت فيها. ممكن لو عندك ماده سائله، بس شو لازم تكون الماده السائله هاي؟ فيروماجنتيك. ممكن يعني ممكن هاي فكره اختراع ما بعرف، انا اول مره بفكر فيها، بس ممكن فكره انك تخفف الاير جاب، لانه حتى هذا الاير جاب اللي الثكنس تبعتها قليله جدا شو راح يكون الريلاكتنس تبعها؟ عادي. والسبب انه هون في اختلاف هائل بالميو ما بين المنطقه هاي والمنطقه هاي. اذا احنا بدنا نحاول نخلي هذه الاير جاب، بس الاير جاب لابد منها، لابد منها ليش؟ عشان الحركه انه عندي هون جزء متحرك وجزء ثابت، ما بقدرش الزق الاثنين ببعض، لو لزقت الاثنين ببعض بطل امكاني اني هاي انها تلف. ليش انا بحتاج حركه؟ في اي ماكينات بحتاج حركه؟ في الجنريتر والموتور، في الموتور والجنريتر انا مضطر يكون عندي، لازم يكون عندي حركه هون، اذا هذا هو شر لابد منه لازم نتعامل معه. ولذلك هلا حساباتنا في المثال الثاني راح ناخذ شيء زي هيك وندخل احنا في اير جاب ونشوف كيف راح نعمل الحسابات اللي موجوده. الاير جاب هاي مهما صغر الثكنس تبعها ما بقدر اقبلها لانه ميو لها منخفضه جدا، ولانه ميو منخفضه الها اذا الريلكتنس تبعها عالي وبياثر على الفلوكس. ليش احنا بنحب نزيد الماجنتيك فلوكس دنسيتي في الماكينه هاي في المشين؟ اذا عندي موتور ليش بحب انه يكون الماجنتيك فلوكس دنسيتي بي عاليه او الفلوكس عالي، الماجنتيك فلوكس عالي؟ شو راح يساعدني لما الفلوكس يزيد؟ بتغلب على بزيد السرعه، بزيد الطاقه. لا بعد ما تغلبت على الفراغ ومشيت صار عندي بي، ليش انا بدي بي عالي؟ عشان اولد منها تور. تور تمام احسن، مين حكى التور؟ ممتاز. انا هدفي اجيب تور، كيف راح اجيب تور اذا ما كان عندي بي؟ وراح نشوف بعدين بقاعده اليد اليسرى تبعت الموتور راح يتكون عندي تور اذا كان عندي ماجنتيك فلوكس دنسيتي بي عموديه على الكرنت اللي ماشي في السلك. الكروس برودكت تبعهم شو راح يعطيني؟ راح يعطيني فورس على كل سلك، والفورس لما بجمعهم كلهم بضربهم مسافه شو راح يعطوني؟ تور. مش هدفي انا انشئ تور من هذه الماكينه؟ اذا حتى نلخص هاي المشكله مثال واحد اثنين عندكم بحاول يعني يفرجينا كيف نعرف كيف نحسب الحسابات المطلوبه، فبدخل الاير جاب في هذا السلك. هي طبعا مبسطه الاير جاب مقارنه بهاي، بس هي تقريبا نفس الفكره. هلا هون اذا طلعنا الاير جاب في نقطه مهمه لازم نفهمها قبل ما نبدا نحاول نحل. الفلكس معظمه من هذا الباث بيتجمع في هذا الكور. ليش الفلكس ما بيطلع هيك؟
ليش الفلكس ما بيحاول يطلع برا ويمشي في مسارات ثانيه؟ لانه المقاومه عاليه، هون المقاومه او الريلكتنس منخفضه. زي لو انت عندك دائره كهربائيه، لو انا عندي دائره كهربائيه زي هيك والدائره الكهربائيه حطيت مقاومتين ان بارلل، في مقاومه 1 ميجا اوم وفي وحده 1 اوم، هون عندي في، شو رح يصير بالكرنت؟ وين رح يمشي الكرنت؟ بالواحد اوم. واضح مش هيك؟ رح يمشي في المسار الاقل بكثير، اللي مقاومته اقل بكثير، معظمه رح يتجمع هناك. هل في شيء بسيط رح يمشي في الواحد ميجا اوم؟ مش صغير جدا، واحد مايكرو، اذا كان هذا واحد فولت رح يكون عندي تقريبا واحد مايكرو امبير رح يمشي في هذا الجزء، ومعظمه رح يمشي في هذا الجزء. ونفس الشيء هون، وين المسار اللي بيعطيني اقل ريلاكتنس؟ الماده نفسها. الا وين؟ فهون مضطر اني امر من هذا. لكن اللي بيصير انه الفلكس لما بيمشي من هون ما بيمشي، ما بيجتمع كله في نفس الاريا، بيصير في عندي ظاهره اسمها فرنجينج. اذا بدي اكبرها هذه من هون، خلينا نحاول ناخذها من هون ونكبرها. هاي البول، الجزء العلوي، هاي الجزء السفلي. السفلي الفلكس ما راح يمشي، ما راح ينحصر بس في الاريا، الاريا تبعت الفيسز الوجهين هذول، من برا راح يطلع شوي من برا. هاي الظاهره بنسميها، اكتبوا الاكسبريشن عندكم، فرنجينج. فرنجينج هاي ظاهره موجوده في الهاي، لانه المسار هذا مقاومته مش نفس المسارات هذول، الهواء اللي هون مش نفس الهواء اللي هون، اذا ما بيمشي. ولذلك الكروس سكشنال اريا اللي بتكون هون بتكون اكبر من الكروس سكشنال اريا اللي موجوده هون الفعليه. إذا لما باجي بحسب المقاومة هاي، إيش اللي بدي آخذه؟ ال L، شو ال L بالنسبة للريلكتنس هاي اللي هون؟ الطول، الطول تبع هاي المقاومة، وهاي المسافة، مش هيك؟ ميو إلها إيش؟ ميو نوت. ميو نوت، ميو نوت. طيب وإيه إلها قديش؟ حسب الكروس سكشنال أريا هون معروفة، مش هيك؟ كيف بحسبها؟ تبعت المادة المعدنية أو الفيرومغنتيك. الكروس سكشنال أريا هون معروفة، مش هيك؟ مش عندي العرض هذا وعندي العمق تبعهم، هذا شو راح يكون الاريا مقارنه بهاي الاريا؟ اكبر، اكبر شوي، تقريبا بالمثال هذا راح ياخذها 5% اكبر. يعني كاني بقول بدل ما هو يمشي على المساحه هاي بتكبر شوي المساحه، حتى تاخذ بعين الاعتبار ظاهره الفرنجينج. ماشي، واضحه شو يعني ظاهره الفرنجينج؟ الفلكس، الماجنتيك فلكس ما بيلتزم بالاريا الاصليه، بتطلع شوي صغيره لبرا. الزياده في المساحه هاي مقدرها تقريبا، هون مقدرها بالمثال حوالي 5%. نعم. ثابت هاي المسؤول؟ لا لا لا، هذه هيك احنا اخذناها. هلا احنا لو بدنا نحسب حساب دقيق، الجماعه اللي بيشتغلوا الماجنتكس هذا في عندهم سوفت وير مودلز تفصيليه، وبيعمل شيء اسمه الفاينايت اليمنت اناليسيس او الماجنتيك فاينايت اليمنت اناليسيس، بحلل بالتفصيل وبحسب لك بالضبط قديش الاريا. لكن احنا هون هاي كل الحسابات اللي في الشابتر واحد، مثال واحد واثنين وثلاثه، هي حسابات تبسيطيه لكنها دقيقه بحوالي 5%. فهي بتعطيك فكره كويسه، يعني في مشروعكم اذا اخذتوا مشروعكم وعملتوا هذا الترانسفورمر اللي نحكي عنه، الحسابات رح تعملوها رح تكون زي الحسابات اللي احنا بنعملها هون. هلا هاي ما رح تكون 100% دقيقه، لو بدي اعملها 100% دقيقه بدي اجيب سوفت وير تفصيلي ونقعد نعمل حسابات ونطبع ونشوف الافكس الكورنر هاي، يعني الكورنر هاي بتاثر. لكن احنا هون عم نعمل حسابات بسيطه حتى نقدر نطلع رقم. كل ما زادت، نعم تفضل، كل ما زادت المساحه بزياده بتكون احسن. بنزل بي، لانه بي، لانه الفاي، هلا الفاي اللي هون، التدفق المغناطيسي اللي هون مش هو نفس التدفق المغناطيسي هون؟ مش هو نفسه اللي هون؟ يعني لو بدك انت انبوب مي، وانبوب المي في مناطق بصير عرضه اكبر شوي، في مناطق اضيق شوي، مش نفس المي عم تتدفق فيه؟ اذا فاي نفسها، اذا فاي اللي هون مش نفسها فاي اللي هون؟ فاي اللي هون على ايش بقسمها؟ على اي مساحه؟ على حسب بي، على مساحه الحديد. فاي اللي هون على اي مساحه بدي اقسمها؟ مساحه جديده، المساحه الجديده. اذا بي بتكون اقل شوي بحوالي 5% من البي الاصليه اللي موجوده هون. واضح الهاي؟ فاي نفسها، لان المي اللي بتمشي بالانبوب نفسها ما بتطلع، بس التركيز تبعها، الدنسيتي تبعتها بتختلف شوي هون عن هون، لان هون رح تتوزع على مساحه اكبر، على حوالي 105% تقريبا. زي بطل الكرات بالسرير. زي ايش عفوا؟ بطل الكرات بالسرير. بس ممكن، ممكن ممكن يعني هون، بس احنا عم نحكي عن اريا، عن فكره اريا، نعم وزعها انا على مساحه اكبر، فبي اقل شوي بالاريا بتكون بي اقل شوي مما هي في المعدن اللي موجود هون. خلينا، نعم تفضل. بالنسبه للمقاومات ليش خلينا من بارلل؟ انا بس اخذتهم من بارلل عشان افرجيك، اخذتهم ليش من بارلل؟ لانه هون الفلكس حتى ينتقل من النقطه هاي للنقطه هاي، ايش الاوبشنز اللي عنده؟ شو الخيارات عنده؟ الطرق اللي ممكن ينتقلها من هون لهون الفلكس؟
ممكن يجي من هون لهون مظبوط، بس كان ممكن ايش كمان الفلكس ينتقل من هون لهون اسفل، ممكن يجي هيك بالهواء نظريا يعني نظريا، وكان ممكن وين يروح كمان من هون لهون. ليش هو المنظمه تدفق هون؟ لانه هذا المسار ايش له؟ اقل من الاقصى. انا حبيت اعطيك المثال هذا حتى تشوف نفس الفكره، انه الكرنت حتى يمر من النقطه هذه للنقطه هذه ممكن يمر في المقاومه هذه ممكن يمر في المقاومه هذه، لكن هو غالبيه الكرنت رح يمر في المقاومه هذه لانه هاي المقاومه اقل بكثير من هاي المقاومه. انت نفس الشيء لو بدك تروح من هون وتنزل للبوابه الرئيسيه تبعت الجامعه مش رح تفتش على المسار اللي بعطيك اقل اسهل شيء، ولو رح تروح تطلع فوق فوق عند الشجره وتروح تنزل مره ثانيه مين اسهل لك؟ إذا نفس الشيء احنا عندنا هون بنحاول بحاول الكرنت نفتش على المسار اقل مسار مقاوم اقل مقاوم نسلك المسار اللي فيه اقل مقاوم. اذا هاي هلا بدنا فكره اخيره قبل ما نسكر هاي حتى نشوف فكره كيف بدنا نحسب هذه الدائره. هلا شو اختلف هذا السؤال عن سؤالنا السابق؟ بس نفس الشيء بس في مقاومه جديده، فبدي احسب الريلاكتنس تبعت هاي الماده اللي هي نفس الكروس سكشنال اريا ولها نفس ميو ميو هون تبعتها مثلا اذا كانت حسب ايش المعنى ايش ميو ار حكينا المره الماضيه مضاعفات مضاعفه ميو اذا هاي دايمنشنلس ميو ار متذكرين هي ريلاتيف الار ريلاتيف مضروبه في ميو نوت يعني هي 2500 مره الهواء وهون عندي ميو اللي هي ايش ميو نوت او اذا جبنا السائل المغناطيسي اللي اقترحه ايش اسمك محمود فكره جيده انه الواحد يفكر بالطريقه هاي هيك تفكير جديد انا ما بعرف مطبق ولا مش مطبق يمكن يقولوا لي مش مطبق بس فكره يعني جديده اول مره تسمع فيها ممكن نجيب ميو نوت لميو السائل تبع محمود اللي موجود هون اللي له مثلا ميو مختلفه واضح طيب اذا هلا احنا كل اللي بدنا نعمله بدنا نحسب ار1 بدنا نحسب ار2 شو رح نعمل بعدين بار1 وار2 رح نجمعهم بعدين رح يكون في عندي هون ماجنتوموتيف فورس ام ام اف او بالامبير تيرمز وراح اقسم الامبير تيرمز على ار راح تعطيني بي طيب بي وين انا بهمني احسب بي؟ بي عند الاير جاب فاذا اخذت عندي الاير جاب ايش لازم اعمل؟ بعد ما احسب الفلكس تمام اذا كيف بطلع البي تبعت الاير جاب اذا عندي فاي؟ الاير تمام بقسم على الاريا الاكبر لو بدي بي في الاريا الصغيره في المسافه هاي المنطقه هون الصغيره عايش بقسم على اي اريا على الاريا واضحه هاي النقطه هلا الاختلاف بسيط هو بس المهم انه لانه بالسؤال انت بنبهك علي انك تتبع هاي الشغله لانه بطلب بالسؤال هي وحده بطلب هذه بي اللي هون اللي في الاريا لانه كانه بهمه انه بي اهم بي اللي عند الاسلاك اللي جاي حوالين الاسلاك لانه الاسلاك وين راح تيجي هلا في المحرك طلعوا حتى تشوفوا العلاقه ايش احنا كل بنحكي بوين لما احنا بدنا ننتقل ونبني الدي سي موتور تبعنا وين راح تكون اللي بهمني؟ هدول الاسلاك راح يكونوا مش محطوطين، محطوطين في الهواء. شو راح اعمل؟ راح اعمل فتحه هون. وايش راح يجيب السلك؟ راح نسقط السلك هون في الفراغ هون. اذا السلك وين موجود فعليا؟ موجود في الاير جاب. وهدول بقيه الاسلاك راح يكونوا موجودين هون، اذا بهمنا نحسب بي هون في الاير جاب، ممكن احسب كمان بي في الفلكس اللي موجود هون، بس احسب التنين هون صار عندي موجودين التنين، كل بكون هيك احنا حلينا السؤال. ماشي واضحة هاي